بول فلوت المورا ديال السيد عز الدين اسدرتي. دونك سي بارتي بلا تخوازيام كور. سي طاق جاي السورنات اللي تخص مهور ومرات جيزيا صله متطوره باتبيه المغرب 3 سنوات سباق منصير في الدي مسافه 1700 متر. اذا انطلاقه قويه لرقم 3 رقم 9 الان في الصف الاول كول كومي ايشي بوعلوا. رقم 5 شابا غرين في الدوزيام بلاص وفقت الراكب يوهان بوغوا. في الصف الثالث صعود ممتاز للفرس رقم 2 ايفان مع الراكب عبد الله الحرات. كذلك محاوله الصعود لرقم 6 سيتيلا وفقت الراكب عسو فقير الان كتنطلق من الجهه الخارجيه الان في الصف الثالث. اذا باقي رقم 9 الان كول كومي في بروميير بلاص. في الدوزيام بلاص رقم 5 شابا غرين يوهان بوغوا. في الثوازيام بلاص نيميرو 6 سيتيلا وفقت الراكب عسو فقير. في الكاتريام بلاص صعود ممتاز لرقم 15 تغريد دو غرين عمر لكجل. وكذلك محاولة الصعود للفرس رقم 14 إيرخسان فقط ركيب زهير مديحي. باقي رقم 9 في الصف الأول الصعود ممتاز للفرس رقم 12 إيرموسي رشيد منيبي قبعة زرقاء. كذلك محاولة الصعود للفرس رقم 8 بوران سعيد مديحي بلي صاحب غوج الآن كينطلق بقوة في الكاتريام بلاص. بينما باقي رقم 9 الآن متشبت بلا الصف الأول نيميرو 9 الآن كيحاول أنه يرفع لقاءات السباق في المقدمة إيشي والان في صراع قوي مع رقم 15 تغريد دو غرين. وكذلك محاوله الصعود لرقم 12 ايرموسي من الجهه الخارجيه بما كتب التراجع لرقم 9 الان كول كومي للصف الخامس بعد ما كان في لا بروميير بلاص. اذا وصلنا لخط النهائي والمستقيم في المسابقه في الصف الاول بين رقم 12 ايرموسي وكذلك مع رقم 15 تغريد دو غرين. الان صراع قوي بين عمر الكجل وكذلك رشيد امني الان في محاوله الصعود كذلك لرقم 8 بوران سعيد مديحي. الان قصير الحصر بين رقم 12 ورقم 8 بوران في طاقم التمييز كيمشي الان للصف الاول رقم 8 بوران سعيد مديحي الان كينطلق في الصف الاول. اذا سعيد مديحي كينطلق بقوه في الصف الاول كي يفوز بالسباق. اذا 8 7 12 ثلاثي المقدمه في هذه المسابقه فوز ديال بوران رقم 8. اذا اول فوز للممثل ديال الحارسه الملكيه لي سابلون رفقه الركيبه سعيد مديحي اللي كيفوز بهذه المسابقه اللي قدم سباق ممتاز للغايه وتمكن من التفوق على فرس رقم 12 ايرموسي وكذلك رقم 7 عدوب دو غرين. دونك فيكتوار بور نيميرو 8 بوران في لا 3 كورس في انتظار تاكيد نتائج الوصول المؤقت بعد لحظات.